عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن يوم أمس قادما من جمهورية الصين الشعبية بعد زيارة دولة تلبية لدعوة من فخامة الرئيس شي جين بيانغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تركزت على علاقات الصداقة والتعاون الطيبة الوطيدة ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. كما شارك جلالته في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، كان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وكان جلالته قد غادر بحفظ الله ورعايته العاصمة الصينية بكين، وفي مقدمة مودعي جلالته سعادة السيد يانغ لنائب وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية والدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاء سفارة مملكة البحرين في الصين، رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.